حاج محمد من الدهليه اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح بعد اذن حضرتك دلوقتي، اولا ربنا جعلك لي انا الرئيس لهذا البلد، لانك انت اولا زي الجندي اللي بوم بعمليه التمييز شمال سيناء، العمليه الشامله للسيناء. لا عمري عمري ولا يعني احنا عمرنا احنا نحاول نتعلم من الجنود المصريين، نحاول ندعي لهم، نحاول نشوف الناس اللي بتقدم حياتها وارواحها ودمائها فداء للوطن. عمري ما هوصل لهذه المرحله. انا اتمنى ان انا ابقى زيهم، بس انا عايز اقول لك ان احنا مهما عملنا ومهما اتكلمنا في الانتاج وفي حل المشاكل وفي توعيه الناس، لو احنا بنتكلم النهارده وبقول للناس تعالوا ننزل ونشارك، وبكلمك ان انت يعني عموما ان انت هتضحي من ساعه بساعه من وقتك عشان تشارك، احنا فين من الناس دي؟ احنا بندعي لاولادنا لجيشنا. فانا بشكرك، واحنا احنا احنا سندكم في القطاع الزراعي ان شاء الله. ربنا يكتر من امثالك، وانت بتعتبر جندي المجهول والله. بشكرك. غير شكرانيه، وبنشكرك وبنشكر المعدين. بشكرك، انا اللي بشكرك. بس حضرتك بس ايه عجاله كده. اتفضل. يعني دلوقتي يعني عشان خاطري انا عاوز ابلغ صوتي للسيد وزير الزراعه دكتور عبد المنعم، لان في حاجات كتير ايدينا بتوع الزراعه مش عارفين نمشي معاهم ازاي ولا نقول لهم ايه. عندنا دلوقتي احنا ممنوعين من زراعه الرز، تمام؟ مش سامح. ايوه معاك، مديك الفرصه تكمل. طبعا احنا ممنوعين من زراعه الرز. احنا دلوقتي فين هنا عندنا الاداره وعندنا الجمعيه، ما فيش حد بيقول لنا مثلا على الذره نزرعه، ولا الفول الصويا نزرعه، ولا على اللوبيا نزرعها مكان الرز. دي حاجه. الحاجه الثانيه لسه لحد النهارده ما وجبوش، ما قالوا للناس على اللسونه البلاستيكه والخيش بتاعه توريد القمح. يعني احنا برضو كل سنه هنعمل هنقع في المطب دي، كل سنه بنفحر نوره ونقع فيه بايدينا، بنفحر ونقع في قلبها بايدينا. احنا كل سنه بنرمي القمح بتاعنا على السكه ليه؟ عشان ما بننظموش نفسهم قبل توريد القمح. يعني لسه دلوقتي شهر او 20 يوم ونورد القمح، عارفين نورد القمح بسكاير بلاستيك او سكاير خيش، ما نزلش منشور في الجمعيات نفس الشغل. يعني الجمعيه مليانه فيها 10 15 واحد قاعدين بيعملوا ايه ما مش عارف، والاداره مليانه ناس موظفين، مبنى دور واثنين وثلاثه بتطلع تلاقي زحمه وما تعرفش حد بيفيدك باي حاجه خالص. لحد النهارده ما جاش بيه حبيت بذره في الجمعيه، ينفع؟ طيب لحد النهارده ما جاش حبيت بذره عندنا في الجمعيه. بذره عباره عن ايه؟ انت بتتكلم على نوطن ما جالناش لسه بذره القطن. اللي انت الجمعيه اسمها ايه يا حاج محمد؟ جمعيه ابو طه مركز بلهاس. جمعيه ابو طه دي انا دايما بتابعها معاك على فكره. يعني دايما مع حضرتك، يعني احنا عندنا مشاكل كتير واحنا بنستنجد بحضرتك. عرفنا نحل فيها حاجه يا حاج المشاكل دي؟ نعم. عرفنا نحل منها حاجه ساعدناكوا في حاجه فيها؟ حلت لنا ميه كتير وحلت لنا حاجات كتير يا استاذ سامح. ربنا ما اقول لك انت طيب. المجهود. انت بتصدقني بقى. دلوقتي بالنسبه للذره انا هتواصل مع السيد وكيل وزاره الزراعه في الدقهليه، عاوزين يوم ارشادي ندوه ارشاديه. انا استاذ حضرتك هو الوقت المفروض ينزل عندنا تقويات في الجمعيه. طب اسمعني حاضر، انا عنايه الاثنين. يعني مركز البحوث، واخد بال حضرتك انت كلمت في اول الحلقه وقلت البحوث الزراعيه، وكان معاك الدكتور اللي كان بيتكلم معاك. بص يا حاج محمد، انا وكده وصلت لي المشاكل بتاعتك وهرد عليك فيها وهساعدك فيها. ثواني خطرة. لا انت تؤمر يا حاج محمد، بشكرك.